بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إحياء لليلة القدر المباركة. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنا حفلا لتكريم حفظة القرآن والحديث الشريفة، وذلك بإشراف والي الولاية السيد توفيق مزهود والسلطات المدنية والعسكرية بالمدرسة القرآنية الأول نوفمبر 1954. استغرقت في وقتي لحفظ القرآن الكريم مدة سنتين ونصف، واليوم الحمد لله يعني حفظت القرآن وتوجنا بالمسابقة القرآنية الكريم مع تجويده، وحزت المركز الأول بحمد الله. هذا يعني يعتبر تشجيع وتحفيز كبير بالنسبة للطلبة، أنه يحفزهم على حفظ القرآن وأنه يضبطوه حفظ ضبط متقن لكي يحوز يعني هذا الشرف، والحمد لله رب العالمين. التكريم مس فئة الكبار في حفظ القرآن بالتجويد والصغار بحفظه وقراءته. قرأت عند الطالب بن قريش عمار، استغرقت مدة حفظ القرآن الكريم حوالي 3 أو 4 سنوات. وحتى البراعم الذين حفظوا ما تيسر من كتاب الله. ومهدت للنور عصوري لحفظ